باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة عيد من الأعياد السيدية، في 7 أعياد سيدية صغرى وسبعة كبرى، فده عيد من الأعياد السيدية الصغرى، وهو عيد الختان، عيد الختان. لكن هذا العيد لازم نعرف معناه، عشان احنا بنحتفل بيه ليه؟ مش قداس عادي، خلي بالكم. زي ما انتم شايفين بنصلي فيه فريحي. ايه معنى ان المسيح اختتن، او ايه معنى الختان في اليهود؟ خلي بالكم، الختان الاول مرة حصل فيها الختان وربنا قال لابونا ابراهيم ان يختتن، كان مع ابونا ابراهيم وكان سنه 99 سنة. طبعا الختان ده عملية مؤلمة قوي، فقال له هتختتن انت وبيتك كله، كل الذكور اللي في بيتك هيختتنوا. وهذا الاختتان عبارة عن عهد بين ربنا وبين الايه؟ بين الناس. العهد ده ان هم هيسمعوا كلام ربنا، وده علامة عهد، علامة عهد. زي معلش كلمة علامة يعني ايه؟ زي ما احنا بنلبس دبلة معناها ان انا مرتبط بايه؟ بحد. لكن هم خدوا الختان، اليهود فيما بعد اليهود بقى يتختنوا، بس ايه يعني؟ ده حاجة وده حاجة، يمشي زي ما هم عايزين، ما يطوعوش ربنا. لكن الاساس كان ان عهد، ان هتطيعوا ربنا وتبقوا شعبه. فليختتن معناه انه قبل على نفسه ان هو ايه؟ يطيع الله. قبل على نفسه ان هو يطيع الله ويسمع كلام الله ويمشي مع زي ما ربنا عايش، مش بمزاجه هو. فهنا الختان كان له المعنى الطاعة والدخول في عهد مقدس مع مين؟ مع ربنا. عشان كده فصل بين قبل الختان وبعد الختان. بمعنى ايه؟ كان اللي بيختتن ياخد اسم جديد، او ياخد اسمه مع الختان، معناه انه بقى حاجة تانية. الاسم ده يعني الشخصية. فاللي اختتن بقى لاسمه، اسمه يعبر عن شخصية جديدة وحياة جديدة. عشان كده كانوا بيختنوا الصبي او الابن اليوم الكام؟ الثامن. يعني ايه الثامن؟ اصل الزمن اسابيع، يعني بيتكون وحدة الزمن بتتكون اسبوع، اسبوع الاسبوع. فلما يعدي الاسبوع يبقى في وحدة جديدة، وحدة زمنية جديدة، اسبوع ورا اسبوع. فكان الثامن، لان ربنا خلق الخليقة في كم يوم؟ مش كم شهر ولا كم ساعة ولا كم دقيقة، لكن خلقها في ايه؟ في ايام. فقال 7 ايام. فسبع ايام كمال السبعة دول، اليوم السابع ده الكمال، خلاص خلصنا. اوكي. اليوم الثامن له معنى ان خلقة جديدة، او حاجة جديدة، او امر جديد. فعشان كده كان الصبي اللي بيختن يختن في اليوم الايه؟ يعني بقى حاجة جديدة في عهد جديد. فلما يختن في اليوم الثامن معناه ان ده دخل في عهد وحياة جديدة، هيعيش بطريقة جديدة. والطريقة الجديدة اللي هيعيش بيها دي هيطاوع فيها، دخل في عهد مع ربنا، بقى خاضع لربنا ويطاوع مين؟ ربنا، ويحيا لربنا. لكن هم للأسف خدوا الختان يدوبك كده نوع للفخر، انا متختن، انا احسن من الامم دي كلها، ده انا مختون. عشان كده بولس الرسول يقول، يتكلم عليهم كده، ان هم في الرسالة اللي قالها بيقول ان انا ما بتكلش على الجسد. على الجسد يعني العلامة الظاهرة دي اللي في الجسد، او العلامة اللي في جسد دي اللي هي الختان. ليه؟ لان اليهود كانوا بيتكلوا على كده. فبيقول لأننا نحن الختان الذين نعبد بروح الله. بيقول المتختن بحق وحقيقي هو اللي بيعبد ربنا بروحه. المتختن المختون معناه انه بيعبد ربنا وخاضع لله بروحه، مش الجسد وخلاص ان انا مختون ويقعد يفتخر. فكانوا اليهود يفتخروا، فبيقول لهم اذا كنتوا بقى عايزين بقى تفتخروا، انا رخر، انا اكتر منكم، اقدر افتخر اكتر منكم، ده انا مختون في اليوم الايه؟ الثامن، من جنس اسرائيل، من سبط بنيامين، يعني اسرائيلي اسرائيلي،
عارف انسابي وعارف سبتي وعارف لو عايزين نفتخر، لكن انا ما بفتخرش بالكلام ده. عبراني من العبرانيين من جهه الناموس فريسي، الفريسيين دول شيعه كانوا دقاق جدا. فريسي من جهه الغيره مضطهد الكنيسه، من جهه البر الذي في الناموس سرت بلا لوم، كان كل حاجه في الناموس يعملها تمام التمام، لكن ما كان لي ربح، كل ده حسبته ايه؟ خساره او نفايه من اجل فضل معرفه المسيح رب الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها ايه؟ نفايه. يبقى الختان الحقيقي هو الخضوع لله، ختان القلب، ختان الاذن. يعني ايه ختان الاذن؟ الودن المختونه، يعني الودن اللي بتسمع كلمه ربنا وتنفذها، تطاوع الله. ده الختان الحقيقي اللي عايز يقوله لهم. فالمسيح كونه جه واختتم في اليوم السابع الثامن معناه انه هو ايه؟ خاضع للايه؟ لما لبس جسد زي جسدنا عمل كل البر. مش قال كده ليوحنا المعمدان يقول له ينبغي لنا ان نكمل كل ايه؟ بر. كان خاضع، اطاع حتى الموت، موت الايه؟ صليب. يبقى كده خاضع. عشان كده احنا مفروض احنا كمان دخلنا في عهد مقدس مع الله، عهد مقدس، ختان روحي. بايه؟ بالمعمودية. المعمودية تساوي خضوعنا لله، واحنا قبلنا ان احنا نخضع لك يا رب. عشان كده كل الوصايا بتاعت ربنا دي مش اختياري، ده انا قبلت ان انا ايه؟ قبلت ان انا طوحها واسمع كلمة ربنا. عشان كده دخلت في عهد مقدس معاه، انا دخلت في عهد مقدس معاه اكون طائع ليه. اوريكم ايات كده موجودة، اوريكم اية كده موجودة جميلة زي في 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 يقول ايه بولس الرسول بيقول فان الختان ينفع ان عملت بالناموس. يعني افرضوا لا قدر الله واحد لابس دبلة في ايده بس بيخون مراته، او واحدة بتخون جوزها ولابسة ايه؟ دبلة في ايدها. ايه معنى الدبلة؟ يقول لك ده انا بعتز بمراتي. تعتز ايه يا عم انت؟ ده انا في عهد الزيجة. ايه عهد الزيجة اللي انت بتحكي عليه؟ ما انت بتخون ولا انت بتخون. يبقى الختان ينفع لو عملنا بالايه؟ بالوصايا، ان عملت بالناموس. ولكن ان كنت متعديا الناموس، لو انت بتتعدى الناموس حتى لو انت مختتن، ايه الختان بتاعك؟ ملوش قيمة. فحتى لو واحد قال انا متعمد وانا ابن ربنا، ساعات ناس كده في البيع والشراء تقول له احنا بولاد معمودية سوا، قال يعني عشان ايه؟ يسهل البيعة مثلا. لكن طب ايه يعني ولاد معمودية بس بن ايه؟ نكون مش خاضعين للمسيح، تساوي ايه؟ ما تساويش حاجة. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ فان الختان ينفع ان عملت بالناموس، ولكن ان كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة، كأنك مش متختم من اصل. اذا ان كان الاغر يحفظ احكام الناموس، لو في واحد بقى مش متختم بالجسد، يعني في ما طهروش هو صغير، معلش ده التعبير الدارج بين الناس عشان تفهموا كلمه ايه الختان، لكن بيحفظ الناموس يبقى احسن منك. بيقول اليهودي كده، لو في واحد ما تختنش يا انسان يا يهودي بس هو بيحفظ كلمه ربنا، يعني بيصنع اوامر الله، هو احسن منك رغم ان انت متختن وهو مش ايه؟ مش متختن. واخدين بالكم؟ افما تحسب غرلته ختانا وتكون الغرلة التي من طبيعة وهي تكمل الناموس تدينك انت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس؟ لان اليهودي في الظاهر ليس هو اليهودي، اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا. امال ايه بقى؟ بل اليهود الذي في الخفاء هو اليهودي. في الخفاء يعني في قلبه، بيسمع كلمة ربنا من قلبه، هو ده اليهودي بجد. وختان القلب بالروح لا بالكتاب، هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. ختان القلب بالروح. عشان كده استفانوس لما وقف يوبخ اليهود قال لهم انتوا غير مختونين القلوب، انتوا غير مختدين لا القلوب ولا الاذان، ما تسمعوش كلمة ربنا او منظر وخلاص. عشان كده الختان يعني ان انا صرت ربنا وانا ايه؟ تحت امر ربنا. كل كلمة يقولها ربنا اوامر،
لما يقول لي لا تدين اقول له لا اصل انا غصب عني وهم عملوا وسووا اصل هم وحشين طب اعمل ايه؟ مفيش كلام من ده. في حاضر يا رب لان انا دخلت في عهد ايه؟ مقدس معاه، مش بمزاجي اقول له لا او اه، مش دخلت في عهد مقدس معاه. عشان كده حتى في العهد القديم قال لهم الكلام ده، قال لهم فاختنوا غرلة قلوبكم القلب، غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم. يعني تصليب الرقبة دي حتى لو متختن قوله ايه يعني، ملهاش قيمة، انت بتصلب رقبتك على ربنا وبتعصي ربنا. فالخضوع على الله اخد كل كلمة كأمر. لما يقول لي اسامح يبقى سامح، مش اجي افاصل وهو عمل وهي عملت وانا ما انسلوش ابدا اللي عمله اللي سواه. تبقاش بتاع ربنا، تبقاش بتاعت ربنا من اصله خالص، تقوليش بقى هو وهي وعمله وانا اتعب ونفسيتي وليه وماليش. المفروض دخلنا في عهد مقدس معاه. عشان كده المسيح لما اختتن عايز يقول ان هو كان طائع، واحنا كمان مفروض نكون ايه؟ اطاع حتى الموت، موت الايه؟ صليب. ولما احنا دخلنا المعمودية متنا معاه ودفننا معاه وقمنا لحياة جديدة بقى، خلاص بقى سيبكم الحياة القديمة بتاعت الايه؟ العالم اللي فيها الاحقاد واللف والدوران والمكر والنجاسة والشر، بقينا خاضعين له. فده معنى الختان، العهد اللي بيننا وبينه. في عهد بيننا وبينه، اوعى تنسوا ان في عهد بيننا وبين مين؟ وبين الله. عشان كده اسمه العهد الايه؟ الجديد. اسمه العهد الجديد. في عهد بيننا وبينه، والعهد ده ان احنا نطوعه. اللي عايز يمشي معاه يطوعه وياخد كل كلامه اوامر. عشان كده بولس الرسول يقول عن نفسه عبد يسوع الايه؟ المسيح. كلمة عبد يعني ايه؟ العبد زمان ده كان مشترى بالفلوس، والعبد ده كان سيده اللي يقوله له سيده الحاضر. عشان كده المسيح قال مثل، قال اي واحد فيكم رجع من الحقل، والعبد بتاعه طبعا كان شغال معاه في الحقل، فلما رجع العبد هل يقول له، يقول للعبد بتاعه قوم اعمل لي الاكل والعشاء بتاعي، يقول له لا لما اكل انا الاول وبعدين يفضل وقت ولا يفضل مش عارف ابقى اعمل لك؟ فحش، ده عبد دخل. فعشان كده نحن نفتخر ان احنا عبيد لايه؟ ليسوع المسيح. ما اصل حاجه من حاجتين، يا نبقى عبيد للمسيح اللي هو ملك الملوك ورب الارباب، رب القداسه والطهاره والمحبه والسلام والخير والصلاح، يا هنبقى عبيد لمين؟ للشيطان على طول كده. هنبقى عبيد لمين؟ عشان كده يقول قدموا اجسادكم او اعضاءكم الات بر للمسيح. ايدي دي الات بر للمسيح، وفكري وعقلي وقلبي للمسيح، ورجلي في مشي في طريق المسيح، وانا خاضع ليك يا رب. جميل يوسف الصديق لما قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ للرب. اهو ده مختون، مختون القلب بجد. ده معنى الختان. المسيح خد جسد وولد وختن وخضع لكل وصية وأطاع حتى الموت، وعايز نحن كمان نبقى زيه. ده معنى الختان اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة. معنى الختان ودانا اسم جديد وحياة جديدة نعيش فيها مع ربنا، مش الحياة القديمة بتاعت العالم. ما تقولش انا زي الناس. لما انت زي الناس، لو عايز تبقى زي الناس مصيرك هيبقى زي الناس. العالم قد وضع فين؟ في الشرير، والعالم يمضي. لو عايز تبقى زي الناس انت حر. لو عايز انت دخلت في عهد مع المسيح تمشي انسان جديد بحياة جديدة وتعمدت، ما تقولش انا ابن معمودية وخلاص وتصرف، ولا انا بنت معمودية وخلاص وتصرف زي الناس كلها. بقت نقطة، ما كانوش بيختنوا الإناث لأن مفروض أن السيدات والبنات يكونوا خاضعين لرجالهمنا فين؟ في الأسرة الواحدة. عشان كده إيه اللي بيتختن بس هو الإيه؟ هو الرجل. طبعا كانت غلطة من أمنا حواء أن ما خضعتش لأبونا آدم في الأول وأخواته، لكن المفروض أن الإيه؟ السيدات والنساء يكونوا خاضعين في أسرهم لرجالهن والأبائهم
ربنا يدينا كلنا نكون مختونين القلوب والودان والحواس، مش احنا بالميرون الدهنة في كل حواسنا، معناه ان في ختم اتحط علينا. بقينا لمين؟ ليسوع المسيح، نخضع له ونطوعه ونسمع كلامه. كل سنة وانتم طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد لأباد كلها، أمين.